السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف 11 للمسارين العلمي والتكنولوجي. عنوان درسنا لهذا اليوم هو الحوادث المتنافية، الجزء الأول. سوف نتعلم في هذا الفيديو أولا إيجاد احتمالات الحوادث المتنافية، ثانيا إيجاد احتمالات الحوادث المتنافية والشاملة. احتمال الحوادث المتنافية: إذا رمينا ثلاث قطع نقدية معا، فإن فضاء العينة S سيكون بالشكل التالي كما ذكرنا في الدرس السابق، وكان الحدث A هو إمكانية الحصول على صورتين، وكان الحدث B هو إمكانية الحصول على كتابتين. فإن إمكانية حصولنا على صورتين وكتابتين في الوقت نفسه أمر مستحيل، فهل يمكن أن نجد في فضاء العينة S أحد النواتج يوجد به كتابتين وصورتين؟ إذن هذا أمر مستحيل، لذا نقول أن الحدثين A و B حدثان متنافيان، وهذا يعني أن مجموعة نواتج A ومجموعة نواتج B ليس بينهما أي ناتج مشترك، أي أن A تقاطع B equals phi. ولو مثلنا فضاء العينة S والحدث A والحدث B بأشكال فين سيكون بالشكل التالي: هذا هو فضاء العينة S، وهذا هو الحدث A، وهذا هو الحدث B. وفي هذه الحالة فإن الحدث A أو B سيكون المجموعة A اتحاد B، وبالتالي احتماله يساوي مجموع احتمالات نواتج المجموعتين A و B، ويعبر عن ذلك بالصيغة التالية: احتمال A أو B equals احتمال A plus احتمال B. في المقابل الحدث A و B هو A تقاطع B، وهي المجموعة الخالية phi. إذن احتمال B و A يساوي احتمال phi ويساوي زيرو. الحدثان المتنافيان: يسمى الحدثان A و B من فضاء عينة S حدثين متنافيين إذا كان A تقاطع B equals phi، أي لا يوجد بينهما أي ناتج مشترك، ويكون احتمال A اتحاد B equals احتمال A plus احتمال B، ويكون احتمال A تقاطع B equals zero. يمكننا تعريف متمم الحدث A هو الحدث A داش، الذي هو مجموعة النواتج غير الموجودة في A. فلاحظ هنا فضاء العينة S، هذا هو فضاء العينة S، وهذا هو الحدث A، وهذا هو الحدث A داش. إذا لاحظ الحدث A داش هو مجموعة النواتج غير الموجودة في A. فلنأخذ مثالا بشكل سريع: عند رمي مكعب منتظم من 1 إلى 6، الحدث A هو الحصول على عدد فردي، فما هو متمم الحدث A وهو A داش؟ هو عدم الحصول على عدد فردي. إذن A dash equals S minus A. لاحظ هنا أن A dash ماذا يساوي؟ S minus A. يمكننا القول أن الحدث A dash هو عدم وقوع الحدث A، وبالعكس في هذه الحالة A dash اتحاد A equals S، ومنه احتمال A plus احتمال A dash equals 1، ويكون احتمال متمم الحدث A هو 1 minus احتمال الحدث A. المثال الأول، مثال 1 صفحة 223. تفيد البيانات في أحد البلدان أن احتمال ارتكاب الشخص مخالفة مرورية وفقا لفئته العمرية يكون كما يلي:
هذه هي الفئة العمرية بالسنوات، وهذا هو الاحتمال. الحل. عزيزي الطالب، قبل البدء بالحل يجب التأكد أن هذا الجدول يشكل دالة احتمال. كيف سنتأكد أنه يشكل دالة احتمال؟ أولا انظر إلى هذه الاحتمالات. جميع قيم هذه الاحتمالات تقع بين 0 و 1. إذن هذا هو أول شرط، كل احتمال قيمته بين 0 و 1. الآن لو قمنا بجمع هذه الاحتمالات، جرب عزيز الطالب اجمع هذه الاحتمالات، ستجد أن ناتج الجمع هو 1 ومجموع الاحتمالات هو 1. إذن يشكل الجدول دالة احتمال. فلنبدأ بالحل. الفرع A، المطلوب هو احتمال أن يكون مرتكب المخالفة المرورية من أصغر فئة عمرية. انظر عزيزي الطالب هنا، من هي أصغر فئة عمرية؟ هذه هي أصغر فئة عمرية، فيكون الاحتمال هو 0.06 أي 6%. الآن الفرع B، المطلوب احتمال أن يكون عمر مرتكب المخالفة المرورية من 21 إلى 39 سنة. انظر إلى الجدول، من 21 إلى 39 سنة، أي في الفئة من 21 إلى 29 أو الفئة من 30 إلى 39. إذن في الفئة من 21 إلى 29 أو من 30 إلى 39، فيكون هذا الاحتمال يساوي احتمال الفئة الأولى هو 0.47 بلس احتمال الفئة الثانية وهو 0.29، وبإجراء ناتج الجمع يكون الناتج 0.76 أي 76%. إذن احتمال أن يكون عمر مرتكب المخالفة المرورية من 21 إلى 39 سنة هو 76%. الآن الفرع C، المطلوب هو احتمال أن يكون عمر مرتكب المخالفة المرورية أقل من 40 سنة. إذن احتمال أن يكون عمر مرتكب المخالفة المرورية أقل من 40 سنة equals 1 minus احتمال أن يكون عمر مرتكب المخالفة المرورية 40 سنة وما فوق، حيث هنا استفدنا من متمم الحدث. الآن ما هو احتمال أن يكون عمر مرتكب المخالفة المرورية 40 فما فوق؟ انظر هنا هو 0.18. فلنكمل، إذن يساوي 1 minus 0.18، وبالتبسيط يكون الناتج 0.82 أي 82%. إذا كانت مجموعة من الحوادث متنافية مثنى مثنى واتحادها يساوي فضاء العين S لتجربة عشوائية، فإن هذه الحوادث تسمى حوادث متنافية وشاملة. إذا لاحظ الشرطان، متنافية مثنى مثنى، والشرط الثاني اتحادها يساوي فضاء العين S، تسمى حوادث متنافية وشاملة. الحوادث المتنافية والشاملة إذا كانت A1 A2 A3 إلى AN حوادث من فضاء العينة S، فإنها تكون متنافية وشاملة إذا وفقت إذا تحقق الشرطان الآتيان: A1 اتحاد A2 اتحاد A3 إلى اتحاد AN equals S، يعني حوادث شاملة. AR تقاطع AK equals 5 حوادث متنافية لكل قيم R و K من المجموعة من 1 2 3 إلى N، حيث R does not equals K، وعليه يكون احتمال A1 plus احتمال A2 plus إلى احتمال AN equals 1. المثال الثاني، مثال 3 صفحة 224. إذا كانت A1 و A2 و A3 حوادث متنافية وشاملة،
حيث P of A1 equals 2P of A2 equals 4P of A3. أوجد P of A1. الحل: لاحظ أن A1 و A2 و A3 حوادث متنافية وشاملة. إذن مجموع احتمالات الحوادث المتنافية والشاملة يساوي 1 كما ذكرنا قبل قليل. إذن P of A1 plus P of A2 plus P of A3 equals 1. لاحظ عزيزي الطالب أن هذا السؤال المطلوب فيه هو إيجاد P of A1. كيف سنتخلص من P of A2 و P of A3؟ سنتخلص بالشكل التالي. انظر عزيزي الطالب، P of A1 equals 2P of A2. الآن بقسم طرفي هذه المعادلة على العدد 2 ينتج أن P of A1 over 2 equals P of A2. الآن سنضع مكان P of A2 هذه P of A1 over 2. انظر مجددا هنا، P of A1 equals 4P of A3، وبقسم طرفي المعادلة على العدد 4 نحصل على P of A1 over 4 equals P of A3. إذن سنضع هنا مكان P of A3 P of A1 over 4. لاحظ أننا أبقينا فقط على P of A1. الآن أصبح الأمر بسيطا. الآن سنقوم بتوحيد المقامات. سنجعل المقام هذا وهذا يساوي 4. سنضرب هنا بالعدد 2 وهنا بالعدد 2، وأيضا سنضرب في المقام هنا بالعدد 4 وهنا بالعدد 4، فنحصل على ما يلي. الآن لاحظ أصبحت المقامات موحدة، جميعها 4 4 4. سنضع مقام موحد وهو 4. الآن 4P of A1 plus 2P of A1 6P of A1 plus 1P of A1 7P of A1 equals 1. بضرب طرفي المعادلة بالعدد 4 نحصل على 7P of A1 equals 4. الآن بقسم طرفي المعادلة على العدد 7 يكون P of A1 equals 4 over 7. تمرين رقم 1 صفحة 229. الآن عزيزي الطالب قم بإيقاف الفيديو وحاول أن تحل السؤال. وللتحقق من الحل تكون الإجابة كالتالي: تمرين رقم 4 صفحة 229. عزيزي الطالب قم بإيقاف الفيديو وحاول أن تحل السؤال. وللتحقق من الحل تكون الإجابة كالتالي: